إنفينيتي معكم. اليوم سأخبركم عن الاكتشافات التي هزت العالم كله. هل تعلم ما الذي لا يجب إيجاده؟ بوابة الشمس. ليس عبثاً أن يقول الناس إنها بوابة إلى كوكب آخر. تقع هذه القطعة الأثرية المدهشة في أراضي بوليفيا الحديثة. البوابة أقدم بكثير من ثقافة أمريكا الوسطى، وغني عن القول إن علماء الآثار اليوم لا يعرفون من بناها ومتى. إنهم متأكدون من أن عمرها لا يزيد عن 1500 عام، ويذكر آخرون أنها أقدم وتنتمي لثقافات غير معروفة حالياً. يقولون إنه قد يكون عمرها 10 أو حتى 12 ألف سنة. يوجد هناك رأي شعبي آخر، يعزو الباحثون المستقلون البوابة إلى شعب تاكان، كما أنه يطلق عليها اسم التقويم الفلكي. الشيء الوحيد هو أن هذا التقويم لا علاقة له بكوكبنا، لهذا تعتبر بوابة الشمس بمثابة بوابة إلى عالم آخر. إن الوحدة الأنديسية الكبيرة ذات الجوانب 3×4 أمتار تصور شخصاً غريباً برأس كبير بشكل غير متناسب. حتى لو كانت الحضارات القديمة موجودة فلن تبدو بهذه الطريقة. وفقاً للرواية الرسمية يمكننا أن نرى كون تيكسي المسمى كون روكوتشا. بالنسبة لغالبية القبائل الهندية كان يعتبر الإله الرئيسي خالق العالم وأبا الوجود. يمكنك إيجاد تصويره في مصادر أخرى تنتمي إلى عصر ما قبل الإنكا. على أي حال، لنتعمق في البحث أكثر. ألا تعتقد أن القدماء كان بإمكانهم رؤية إله في كل كائن غريب؟ كما أن هذا الرأس العملاق والريشة التي عليه تزعجني. أعتقد أن الحضارة واجهت في النهاية عرقاً من كوكب آخر. يبدو أن الفضائيين لديهم إمكانيات كبيرة لدرجة أنه كان ينظر إليهم على أنهم آلهة. أما البوابة فإن نقشها السفلي يشير للارتباط بأحد كواكب المجموعة الشمسية. قد يكون هذا هو الكوكب الذي أتوا منه. اتضح أنه بمجرد أن يقوم الناس بفك رموز التقويم ويفهمونه سنعرف المكان الذي يجب أن نذهب إليه لزيارة الفضائيين واكتشاف شيء جديد. في الواقع ما وصفته في القصة السابقة يبدو مستحيلاً، ولكن فإن هذه المهمة واقعية. علاوة يبدو أن ثروتنا أو طبيعتنا أو أي شيء من الأعلى يقدم لنا باستمرار نصائح يفترض أن تساعدنا باستكشاف العالم. هذه أحدها. قد تبدو صخرة جرانيتية عادية ولا شيء مميز، لكن إذا ركزت عليها سترى موصلاً كهربائي. يقول البعض إن البشر هم الأكثر تطوراً من بين الذين عاشوا على الأرض، مفترضين أن هذا مجرد خلق آخر لبعض أعمال الشغب، بينما يقتنع الآخرون بالعكس ويعتبرون ذلك دليلاً على وجود الفضائيين. وحقيقة إن العلماء لا يريدون دراستها هي السمة الغالبة، مما يعني أن الاكتشاف يصل لشيء ما. كما ترى، عندما تعتقد أن شيئاً ما خاطئ يمكنك جعل الناس ينسون ذلك وتستمر بدراسة هذا العالم سراً منهم. وجد الحجر عام 1998 في أمريكا الشمالية. تحدث المكتشف عن هذا الاكتشاف بعد عودته من رحلته الاستكشافية، وانتشرت الشائعات أكثر وقاد الراديو الصحفيين إلى حيث يعيش الرجل. نشروا كلمة حول هذه القطعة الأثرية المثيرة وتسببوا بالكثير من الخلافات. للأسف لم يكن أحد من الأكاديميين المشهورين مهتماً بالأبحاث المعملية، واعترف بأن الحجر كان عبارة عن تعقيد من صنع الإنسان. مع ذلك فقد تولت بعض المعاهد الدراسات وقالت إن شيئاً عظيماً ينتظرنا. القطعة الأثرية قيد التحقيق، وربما تصبح نقطة البداية للتعرف على الفضائيين. هناك عدة اكتشافات تتعلق بالفضائيين أو حضارات قديمة. للأسف لا يوجد ما يكفي من المختصين لكل منها، ولهذا الناس ينسون شيئاً ما قسرياً ويعطون الأولوية لدراسة الأشياء الأكثر أهمية. لنتأمل هنا غوبيك لثبا. اليوم هذا هو أقدم هيكل. بدأ بناء الهيكل في العصر الحجري الأوسط واستمر عدة آلاف من السنين. يتكون المجمع من بعض الطبقات، تم تزيين كل شيء حوله بنحت مثالي. هذا وحده لن يكون مشكلة. يمكن قول إن القدماء قد بذلوا قصارى جهدهم، ولكن دعونا نشير إلى التاريخ. رسمياً لم تكن هناك حضارات أو حتى مجموعات متطورة من الناس حينها. كان مجتمعاً من الصيادين وجامعي التحف، واقتصرت معيشتهم على البقاء اليومي. يبدو أن هذا إما إخفاقات المؤرخين، أو كان العالم مختلفاً تماماً ذلك الوقت، أو كانت الأمور تماماً كما نعتقد الآن.
الآن وقد تم بناء هذا الهيكل من قبل الفضائيين. لماذا نذكر الفضائيين مجدداً وليس مجموعة ناس؟ فكر منطقياً، ما الذي دفع القدماء إلى إضاعة الوقت في جمع وبناء هذا الهيكل؟ وإذا أخذنا في الاعتبار مستوى تطورهم فإن بناءه استغرق أكثر من شهر من العمل الجيد، وهو وقت طويل جداً. شهر فقط؟ لا، لم يكن الناس قادرين حتى على ذلك. يمكن مقارنة تعقيد بناء هذا الهيكل وصوره بالإهرامات المصرية. هذا أيضاً يتعلق بقطع ووضع كتل من الحجر الجيري، ولكن بشكل آخر، حيث يزيد وزن بعض الأعمدة عن وزن الكتل المصرية. إن وجود هذه المنحوتات يشهد على أن هؤلاء لم يكونوا بشراً بدائيين، بل كانوا يتمتعون بثقافة متطورة أو حتى حضارة، وهذا يغير بشكل جذري كل مفاهيم المؤرخين حول العصور القديمة المتطرفة، ويجعلنا إما نعيد كتابة التاريخ أو نقبل أن الكائنات الفضائية تدخلت في تطورنا وسهلت لنا العيش بطريقة غير عادية. قوس الله هو من الآثار في الكتاب المقدس، والتي تم حفظها للوصايا العشر التي أعطاها الله لموسى على جبل سيناء. يعتقد أن هذا الصندوق اختفى دون أن يترك أثراً عندما استولى البابليون على القدس أو حتى قبل ذلك. بنفس الوقت هناك نظرية تقول إنهم وجدوا الصندوق في النهاية، لكنهم لم يكشفوا عنه للمجتمع. لا يقولون لأنهم يخشون أن يعرف الناس بالحقيقة. تقريباً تم استخدام قوس الله لأغراض أخرى، وهو البطارية الرئيسية لأهرامات الجيزة. إن أنصار هذه النظرية على يقين من أن القوس في الواقع يشبه مكثفاً كهربائياً، به قطبين كهربائيين مفصولين بمادة عازلة، لكن الأشخاص الذين وجدوه أولاً لم يفكروا حتى في ذلك. هكذا لم يتمكن أحد من معرفة ذلك، لأن الشخص الذي لمسه مات بعد ذلك بوقت قصير. يقال إن جميع العاملين مع القوس كان عليهم ارتداء ملابس خاصة والخضوع لسلسلة من الإجراءات بعد ذلك. الآن تخيل الموقف التالي. أنت محقق غوص تبحث عن أغرب الأشياء في قاع المحيط العالمي. عادة ما تواجه بعض الأسماك الفريدة وغيرها، وذات مرة صادفت شيئا ما لم تحلم به أبدا من قبل. بيضة ذهبية عملاقة، لنكن أكثر تحديدا، شيئا مماثلا. عندما تم اكتشاف هذا الجسم تم تثبيته على سطح الحجر وكان به ثقب. لاحظ المشاركون في البعثة أن الحفرة تبدو وكأن شيئاً ما على وشك الدخول والخروج. بدا وكأنه بداية فيلم رعب، لكنه لم يكن قصة خيالية. يجب أن نتذكر أنه كان حقيقياً. بعد اكتشاف هذا الجسم الغامض كان العلماء عالقين، لا يمكنهم قول ما هو. بدأ بعض الناس يعتقدون أنها بيضة كائن بحري ما، ولكن لماذا ذهبية ومن كان بداخلها؟ وقال آخرون إن تلك مجرد بقايا إسفنجة تحت الماء. على أي حال، تم أخذ بيانات عينة الحمض النووي. سيظهر الوقت ما كان مخفيا في هذه البيضة الذهبية أو من كان. ألواح رونغو رونغو، هكذا تسمى الألواح الخشبية غير العادية التي تحمل كتابات سكان جزيرة الفصح. حالياً غير واضح ما إذا كان كل رمز يعني كلمة منفصلة أو مقطعاً لفظي، لكن ببساطة من الممكن قراءتها. أفترض أنك تدرك أن الفشل بقراءة شيء ما يغطي أسراراً لا تصدق، لا يمكنك حتى التفكير بها، ورغم ذلك فإننا لا نتوقف. قد درسها الناس منذ أكثر من 150 عاماً. على كل حال، هذا لا يأتي بأي نتيجة مهما حاولنا. نظام الكتابة لشعب رونغو رونغو لا مثيل له في أنحاء العالم. هذه الحروف الهيروغليفية تشبه المصرية أو الفينيقية. يتم تمثيل جزء واحد بأرقام واضحة، بينما الجزء الآخر برموز غير معروفة. وبشكل عام، وجد العلماء 800 شخصية مختلفة. بالنسبة للمحليين، كانت هذه الألواح بمثابة أشياء سحرية. قراءة النص يمكنك إلهام محتواه. مثلاً بعد قراءة لوح يتحدث عن الانتقام يمكنك قتل عدوك، بينما لوح يحكي عن طفل قد يساعد امرأة في المخاض. ولكن ليست كل الاكتشافات ترتبط بشيء غير حي. خذ بعين الاعتبار الأدغال التايلاندية، حيث عثر العلماء على أثر لثعبان قديم يأسر الخيال. يفترض أن يكون هذا الزاحف الذي يلتف جسمه بشكل حلقات ضخمة أكبر ثعبان عثر عليه في التاريخ. من الممكن أن يغير ذلك التاريخ، مفهومنا لتطور الحيوانات وربما حياتنا الحديثة أيضاً. لكن لا يجب أن نتسرع بالاستنتاجات. لا يمكن أن يتعلق الأمر بالثعبان فحسب، بل ببعض التكوينات الخيالية البسيطة.
وفقا لعمال الحديقة الوطنية فهو ليس ثعبانا حقيقيا، ما هو إلا صخرة مشققة، وتقريبا الاختلاف في الحرارة بين الليل والنهار أدى لتشققها. ولكن إذا أشرنا للأساطير والتقاليد المفضلة لدى أسلافنا، فيمكننا التعرف على ثعبان قديم من نفس العمر وكان بمثابة كائن إلهي بالنسبة لهم. بشكل عام بذلوا جهدهم لكسب دعمه، للآن لم يعرف ما إذا كان هذا ثعبانا أم حجرا. ما لا يجب اعتباره حجرا كلاسيكيا بأي حال هو البوابة التي وجدت في العراق عام 1903. ما تراه في الصور هو اكتشاف رائع محاط بعلماء الآثار الذين لا يملكون فكرة عما يجب فعله. ففي النهاية قد تؤدي خطوة خاطئة واحدة إلى إطلاق هذا العتاد وتؤدي لعواقب لا رجعة فيها. وبعد نشر هذه الصورة في الإعلام بدأت تختفي من كافة المعاهد كما لو كان هناك أحد ما أصر على عدم نشر هذه المعلومة للعلن. بعد فترة نسب ذلك إلى خدعة وجهود تحرير قام بها رسامون محليون، إلا أن الأثريين الذين كانوا هناك أصروا على وجهة نظرهم وقد فضلوا إخفاء هويتهم. إذا كنا نصدقهم فإن الصورة هي حقيقة واضحة، هذه بوابة النجوم الحقيقية، هدية من حضارة أخرى. يقول العلماء إن اللقطة الحقيقية من بين هذه السبعة لم تحدد بعد، تم إيجاد الآثار عن طريق الصدفة ولم يتمكن أحد من تفعيلها، ومع ذلك أظهر جوهر الهيكل أن الناس لهم علاقة بشيء خارج كوكب الأرض. تم إحضار البوابة إلى معهد مغلق للأبحاث بينما منع علماء الآثار من الحديث عن ذلك. تعود أصول هذه الأسلحة إلى الحدادين الغامضين في الأراضي الشمالية. إن الأوليف بيرت أو سيوف الذئب كما يطلق عليها أحياناً كان لديها صفة خاصة لأجل تحويل قوة الذئاب إلى حامليها. يقولون إنه أثناء الصقل التقط السحرة روح مجموعة برية وقاموا بتجسيدها في المعدن. زودت هذه الروح السيوف بهالة خاصة وقدرات خارقة، وفي نفس الوقت لا يمكن السيطرة على القوة التي تجسدت في سيوف أوليف بيرت سلمياً. السيوف فيها أرواح حية وغالباً ما كانت مصحوبة بطاقة غامضة لا يمكن التنبؤ بها، غيرت شكلها ولونها وأصبحت حية في أيدي المحاربين الأقوياء، وأشبعت الهواء بأصوات نحيب مرعبة كما لو أنها تقوم باستدعاء أرواح الأجداد. بشكل مبسط من الصعب تصديق ذلك في أيامنا هذه. على أي حال لن أطرح الموضوع في حال لم تملك السيوف خصائص أخرى. مخزونها التجاري كان طريقة إنتاجها وفقاً لتقنيات غير معروفة حين. حتى الآن تم اكتشاف حوالي 170 سيفاً منها، ويعود تاريخها إلى ما بين 800 وحتى 1000 ميلادي. إن صنعها لغز. في عملية تشكيل الحديد كان لابد من تسخين الخام حتى 1650 درجة مئوية، تم ذلك حتى يمكن التخلص من الشوائب الخبيثة للنفايات. كان من غير الواقعي القيام بذلك في تلك الأوقات، كما أنها لم تكن مصنوعة من الخام بل من فولاذ يحتوي على نسبة كربون عالية. كل هذا يرتبط بالعالم الحديث أو حتى بالمستقبل إلى حد ما إذا نظرنا إلى التقنيات وتبادل السلع في جميع أنحاء العالم. ولا ينبغي لنا أن ننسى أن ذلك حدث منذ مئات السنين، ولهذا لا أحد يعرف كيف تمكن هؤلاء الأشخاص من تطبيقها. ربما لم يكن علينا العثور على هذه السيوف، أو ربما على العكس ستقودنا دراستها إلى اكتشافات غير مسبوقة. قبر الفايكينغ. في عام 2009 تم اكتشاف بقايا غريبة في حفرة على الساحل الجنوبي لإنجلترا خلال دراسة أثرية أجريت قبل إنشاء الطريق السريع قرب مدينة ويموث. ربما لا يجب على أحد مشاهدة هذا، لكن الظروف كانت مختلفة. تم العثور على 51 جثة في مقبرة جماعية مقطوعة الرأس ومدفونة بشكل منفصل، ولم يوجد أي آثار ملابس لهم مما يدل على دفنهم عراة. أشار مدير الحفريات ديفيد سكور أن بقايا الجثث تعود لشبان محاربين أقوياء. تظهر معظم البقايا دليلاً على ضربات سيف أو فأس على الرقاب والرؤوس والفكين. تم تحديد عمر الاكتشاف من خلال الكربون المشع. دفن المحاربون بين عام 950 و 1025 ميلادية. افترض العلماء أن البقايا هذه تخص الفايكينغ وليس أعداؤهم الأنجلو ساكسون، والسبب في دفن البقايا أن الفايكينغ قد تركوا ضحاياهم في موقع المعركة، وفي هذه الحالة نتحدث عن سجناء تم إعدامهم، وهذا يعني أن قرار دفنهم قد صدر من قبل خصومهم. سفن الفايكينغ.
في فبراير 2018 تم العثور على شيء آخر يخص الفايكينج في مكان يسمى هالستيد، وهذا الاكتشاف ذو حجم كبير، سفينة مدفونة في زمن الفايكينج وسميت بسفينة هالستيد. اكتشفت أجزاء من السفينة صدفة على أرض زراعية، وذلك بفضل تصوير الجي بي آر وبمساعدة الرادار. اكتشف علماء الآثار أن طول السفينة كان 20 مترا وعرضها 5 أمتار وتقع على عمق 50 سنتيمترا. سمى العلماء هذه الأجزاء بدراكار، أو كما تسمى اليوم بسفينة الفايكينج الخشبية، وقد تم بناؤها بين عامي 750 و850 ميلادية. وقد لاحظ العلماء أن السفينة لم تستخدم كوسيلة نقل، بل كانت بمثابة جزء من مقبرة أو رمز لمجد الفايكينج المدفونين حولها. أظهرت الحفريات الأولية أن السفينة تحت طبقة التربة قد تدهورت بسرعة كبيرة، ولذلك كلما زادت سرعة استخراجها كان ذلك أفضل. وفي عام 2020 بدأ العلماء في التنقيب عن السفينة المدفونة. في ديسمبر 2021 أصدر علماء النرويج تقريراً أن عملية الحفر والتنقيب قد اكتملت نهائياً. في العموم كان لدى العلماء حوالي 8000 قطعة تحت تصرفهم. وجد العلماء إضافة لبقايا القارب قطعا من الحديد والنحاس والمجوهرات وبقايا فأسين وعظاما بشرية محترقة وعددا كبيرا من بقايا الحيوانات و1300 مسمار، مما يسمح بتعلم بناء القارب. ومن أبرز المكتشفات أيضا خرزة كهرمان كبيرة، وتشير إلى أنها كانت متصلة بملابس أو شيء رمزي مهم، ربما سيف أو غمد وأشياء أخرى مثيرة للدهشة. مصاص دماء البندقية. هل مصاصو الدماء موجودون؟ هل كانوا موجودين من قبل؟ أحد الاكتشافات الأثرية، أو بالأحرى اسمه، يوحي بمثل ذلك الفكر. نحن نعلم ما يعنيه الحجر الصحي أو الحظر. في العصور الوسطى في أوروبا، حيث كان وباء الطاعون مستشرياً، كان الناس يريدون حماية أنفسهم من المرض. مثلاً أقام سكان البندقية منطقة منعزلة على جزيرة لازوريتو فيكيو، كانت بمثابة منطقة حجر صحي أو مستشفى للمصابين. وعندما أصبحت تلك المنطقة غير كافية، أنشأت حكومة البندقية جزيرة أخرى تدعى لازوريتو نوفو لنفس الهدف. مات الكثير من الناس بداء الطاعون ودفنوا في مقابر جماعية. كانت أقدم القبور خنادق طويلة مستطيلة الشكل توضع فيها الجثث على التوالي، أما القبور اللاحقة كانت الجثث فيها مكدسة بشكل عشوائي. في 2006 و2007 أجريت حفريات أثرية في لازوريتو نوفو على مقابر جماعية، حيث وجد العلماء شيئا غامضا. كان هناك لبنة في فك أحد الجماجم، ووفقا لمصادر مكتوبة في ذلك الوقت إنها طريقة لدفن مصاصي الدماء ليس بعمود خشبي، ولكن يجب أن تكون لبنة لنزع سلاح مصاص الدماء. وفقا للمعتقدات إن مصاص الدماء يمضغ حرفيا طريقه خارج القبر، وهذه اللبنة تمنعه من ذلك. فوينتي ماغنا، أهلا بكم في بحيرة تيتيكاكا التي تقع في الجزء الغربي من أمريكا الجنوبية على حدود دولتين بوليفيا وبيرو. لن أتحدث عن البحيرة بل عن قطعة أثرية مذهلة وجدها مزارع محلي قرب البحيرة عام 1958، ونظرا لأنه ليس عالم آثار أو مؤرخا محترفا، فإن عثوره على إناء خزفي كبير وعليه نصوص ورسومات لم يثير إعجابه كثيرا في ذلك الوقت، بل استخدمه في احتياجاته المنزلية. لكن عالم الآثار البوليفياني ماكس بورتوغال سامورا لاحظ ذلك الإناء واشتراه عام 1960، وأطلق عليه اسم فوينتي ماغنا أو فوينتي بول. يبلغ قطرها حوالي المتر، وهي مغطاة برسومات ونصوص مختلفة بلغتين من الداخل والخارج تشبه الكتابة المسمارية. لم تنجح محاولات الباحث بقراءة النصوص، وتم نقل الوعاء إلى البلدية ثم إلى متحف المعادن الثمينة في لاباس، واعتبروه هناك بأنه مزيف، وبقي في المستودع ما يقارب 40 عاما. في أوائل القرن 21 لفت الوعاء انتباه أحد الباحثين البوليفيين برناردو بياديسيا كوفازو وفريدي آرسي،
وافترض أن أحد النصوص على الوعاء كانت باللغة المسمارية السومرية، وأن النص الثاني قد يكون مكتوباً بلغة سامية، ودعا الباحثان البوليفيان العالم المسماري القديم كلايد وينترز لمحاولة قراءة النص، وقد نجح في قراءته، كما اتضح فيما بعد إن النص يعود للآلهة السومرية نيا. ووفقاً لوينترز، الوعاء بحد ذاته يعتبر وعاء عبادة. كافولوسكو كرودولوسكو هو نصب تذكاري فريد من نوعه يعود للفن البدائي، والذي حافظ لآلاف السنين على أدلة أن الناس في العصور القديمة عرفوا أيضا كيفية صنع الفن. تقع كرودولوسكو في فرنسا بالقرب من قرية مونتونيك الصغيرة. ربما لم يكن من المقرر أن يرى أحد تلك الرسومات الفريدة لولا باحث واحد. تم العثور على الكهف في سبتمبر عام 1940 من قبل أربعة مراهقين من مستوطنة قريبة، وكان من الممكن أن تبقى مختفية تحت سطح الأرض، لكن في أحد الأيام ضربت عاصفة رعدية شجرة الصنوبر، ففتحت بذلك ممراً صغيراً في الداخل للشبان الفضوليين. يبلغ طول كهف لوسكو حوالي 250 متراً ومساحته 2500 متر مربع، وتم العثور على 2000 لوحة صخرية فريدة مصنوعة بواقعية مدهشة، ومن الممكن تقسيمها إلى ثلاثة فئات: الناس والرموز والحيوانات، وتتضمن الخيول، الثيران، الغزلان وغيرها. من الجدير بالذكر أن الكهف لا يحوي أي رسومات لنباتات أو لأي منظر طبيعي، ولكن الحيوانات مرسومة بدقة عالية بما يتضمن حركتها وألوانها. أودزي. قبل 30 عاما اكتشفت مجموعة من السياح مومياء فريدة لرجل متجمد في جبال الألب يطلق عليه رجل الجليد أودزي. أظهر تحليل الكربون المشع أن المومياء عمرها 5300 عام. يبلغ أودزي من العمر 45 أو 46، يزن حوالي 50 كيلوغرام وطوله 110 سنتيمترات. ومع المزيد من البحث وجدوا وشما على جسده. استطاع تحقيق خاص بدأ عام 2001 تحديد أن أودزي مات مقتولا بسهم، وأنه لم يكن متوقعا ذلك الهجوم. كان السهم موجها نحو كتفه اليسرى، ولم يستطع أودزي نزعه أبدا. توغل السهم عميقا حيث وصل لعموده الفقري، وهذا ما سبب تلك النتيجة المحزنة. اتضح أن سن طفل يمكن أن يساعد في تحقيق اكتشاف مهم. أمضى علماء الآثار أكثر من 30 عاماً في غربلة طبقات التربة داخل جروت ماندرين. المثابرة أثمرت، تمكنوا هذا العام من الحفر أعمق بكثير، الأمر الذي نقلهم بدوره إلى ماض بعيد. تم العثور على سن طفل في جروت ماندرين يشير إلى أن البشر المعاصرين انتهى بهم المطاف في أوروبا الغربية قبل 10,000 عام على الأقل مما كان متوقعاً. كان يعتقد أن البشر المعاصرين وصلوا إلى أوروبا قبل 43,000 عام، ولكن عندما اكتشف علماء الآثار سن الطفل وحددوا عمره، كانت دهشتهم بلا حدود. كان عمره حوالي 54,000 سنة. الاكتشاف الجديد يعني أن إنسان نياندرتال والإنسان العاقل عاش في هذه المنطقة بالتوازي لأكثر من 10,000 سنة قبل أن ينقرض إنسان نياندرتال. البروفيسور لودوفيك سليمك من جامعة تولوز يؤكد أن هذا الاكتشاف سيعيد كتابة جميع كتب التاريخ حرفيا. ملاحظات من الماضي. بفضل عمليات البحث التي لا تتوقف، نعرف الكثير عن حياة مصر القديمة. ترك القدماء وراءهم الكثير من القطع الأثرية التي يجدها علماء الآثار ويعرضونها للعالم. لقد عثروا مؤخراً على ما يسمى بالملاحظات من الماضي، والتي بفضلها يمكننا التعرف على حياة المصريين أكثر قليلاً. في يناير 2022 خلال أعمال التنقيب في مدينة أتريبس المصرية التي تقع في دلتا النيل، عثر علماء الآثار على ما يقارب 18,000 لوح من الطين بها نقوش كتب المصريون عليها منذ حوالي 2000 عام. هذه الألواح هي في الواقع شظايا من الأواني الفخارية، مثل شظايا الأباريق وأدوات المطبخ الأخرى. عادة ما يتم خدش النقوش مباشرة على سطح اللوح بقصبة أو عصا مجوفة. وفقا للعلماء، فإن هذا الاكتشاف الأثري يعطي فكرة عن حياتهم اليومية ومستوى التجارة والتعليم والثقافة. مثلا من بينها توجد ألواح بها نقوش يونانية، وهناك أيضا رسومات
على الأرجح قام بها تلاميذ المدارس. بالمناسبة يبدو أن الأكثرهم شقاوة قد أجبروا على كتابة نفس الحروف الهيروغليفية مرارا وتكرارا، لأنه تم العثور على المئات من الكتابات المماثلة على الجزء الأمامي والخلفي من الألواح. أيضا اكتشف العلماء قائمة الأسماء وأسماء الأشهر وحتى قوائم الأطعمة. بفضل هذه الاكتشافات من الممكن فهم حياة مصر القديمة. لعبة لوحية. قام فريق دولي من علماء الآثار بالتنقيب في مستوطنة في وادي قميرة عمان. وجدوا قطعة أثرية نادرة، لعبة لوحية لا يقل عمرها عن 4000 عام. الاكتشاف هو جزء من لوح حجري بنمط شبكي، يحتوي كل مربع على تجويف مركزي لوضع القطع. يقول العلماء إنها تشبه لعبة لوحية قديمة، Royal Game of Ur، ينسبها المؤرخون إلى 1300 قبل الميلاد. تم العثور على اللعبة في بلاد ما بين النهرين، وأصبحت القواعد معروفة من خلال ترجمة الألواح الطينية البابلية. اللعبة تتكون من لاعبين اثنين وتشبه لعبة الطاولة الحديثة. بالإضافة إلى اللعبة، اكتشف الباحثون أنقاض برج غير معروف سابقاً وأدلة على صهر النحاس والأشياء المصنوعة منه، مما يدل على أن المستوطنة كانت تعمل بتجارة النحاس التي اشتهرت بها عمان في ذلك الوقت. ليست اكتشافات عام 2022 هي التي يمكن أن تغير التاريخ ونظرتنا إلى العالم. على مدى السنوات العشر الماضية تم اكتشاف قطع أثرية واكتشافات أخرى مذهلة ومثيرة للاهتمام. المومياء في أحذية رياضية. في عام 2016 اكتشف علماء الآثار المنغوليون مومياء امرأة تركية في جبال ألتاي، قدر عمرها 500 عام. بالطبع العلماء نشروا صور الاكتشاف المثير للاهتمام. كان مستخدمو الإنترنت اليقظون مهتمون بالحذاء على قدمي المومياء، تذكرهم الأحذية أو بالأحرى الخطوط المميزة عليها بأحذية أديداس الرياضية، حتى أنهم اقترحوا أن المرأة الميتة مسافرة عبر الزمن. لو كان ذلك صحيحاً لارتدت الأحذية التركية الوطنية والتي لا تشبه الأحذية الرياضية الحديثة. ربما صنعت المرأة هذه الأحذية بنفسها. وجد فريق دولي من علماء الآثار من مصر وجمهورية الدومينيكان أثناء التنقيب في 16 مقبرة حجرية في معبد تابوزيرس ماجنا في الإسكندرية مومياوات لرجل وامرأة من 2500 سنة. تم دفن الجثث في مقابر منفصلة في توابيت من الحجر الجيري. ليس واضحا من كان الرجل والمرأة، لكن قبريهما بنيتا بجوار بعضهما وماتا في نفس الفترة تقريبا، خلال الفترة الصيتية أو سلالة الفراعنة 26 التي حكمت من 525 إلى 685 قبل الميلاد. لكن الغريب هو أن المومياوات كانت بألسنة ذهبية، أو بالأحرى كانت توضع في أفواههم تمائم مصنوعة من رقائق الذهب على شكل ألسنة. اعتقد قدماء المصريين أن الألسنة الذهبية تمنح المتوفى القدرة على الكلام في الآخرة عندما تظهر أمام سيد الحياة في الآخرة أوزوريس. تم إغلاق قبر الرجل وتم الحفاظ على البقايا بما في ذلك الجمجمة ذات اللسان الذهبي المميز. من الواضح أن غزاة القبور لم يصلوا إليها، لذلك بقي القبر كما هو منذ آلاف السنين. كما أن الكثير من الجواهر وأدوات الطقوس حفظت أيضا. جمجمة دب الكهف. منذ وقت ليس ببعيد عثر علماء الآثار في الأورال على جمجمة دب كهف صغير من العصر البيليستوسيني في كهف إيماناي في جمهورية باشكورستان روسيا. عاش الدب في هذه المنطقة منذ 35,000 سنة. وجدوا ثقبا في الجمجمة قد يكون بسبب رأس حربة. الدب يبلغ من العمر وقت وفاته 10 سنوات. أوضح العلماء أن دبابة الكهوف الشائعة كانت ضخمة، وأن دبابة الكهوف الصغيرة من العصر الجليدي كانت مماثلة في الحجم للدبابة البنية الحديثة على عكس الدبابة اليوم. كانت دبابة الكهوف الصغيرة نباتية. اتضح أن الدب الذي تم العثور على جمجمته في الكهف قد قتل من أجل الطعام على الأرجح. وفقا للباحثين فإن الاكتشاف ذو أهمية علمية كبيرة، إنه دليل وحيد على رجل من العصر الحجري القديم يصطاد دب الكهف الصغير. جمجمة مع أثر جراحي. في معهد علم الآثار التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، وجد علماء الأنثروبولوجيا الذين يدرسون المواد التي تم الحصول عليها أثناء التنقيب في التل جمجمة بها آثار حفر. تعود هذه الجمجمة إلى 1300 قبل الميلاد، وهي اليوم واحدة من أخطر عمليات ثقب الجمجمة في العصر البرونزي.
أبرز علماء الأنثروبولوجيا مهارة الجراح في ذلك الوقت الذي أجرى العملية. استخدم أداة حجرية لكشط جزء من العظام، لكنه ترك صفيحة عظمية بسمك أقل من مليمتر. لذلك تم تجنب الاختراق في التجويف القحفي الذي يحتوي على أوعية دموية كبيرة. هذا يعطي فكرة عن تطور المعرفة الطبية في ذلك الوقت. هياكل مصاصي الدماء. اكتشف علماء الآثار في بلغاريا هياكل عظمية لمصاصي دماء بالقرب من كنيسة في مدينة سوزوبول. تم اكتشاف مجموعة 70 بقايا بشرية خلال الحفريات، لكن تم العثور على هيكلين عظميين فقط لهما سمة مميزة. تم إدخال قضبان حديدية في أقفاصهما الصدرية. بالطبع لن نعرف ما إذا كان أصحاب هذه الهياكل العظمية قد شربوا الدم، لكننا نؤمن بأنه كان هناك اعتقاد بأن البعض يمكن أن يصبح وحوشا مروعة بعد الموت. حاول الأحياء حماية أنفسهم فطعنوا الموتى في القلب. بهذه الطريقة تأكدوا أنهم لن يتمكنوا من الخروج لشرب دم الأحياء. تم طرح مثل هذه التكهنات لأن ممثلي نبلاء في المناطق الحضرية دفنوا بالقرب من الأديرة الكبيرة. كان غريفيتش معروفاً بكونه قاطع طريق وقرصان، ومع ذلك فإن هذا لم يمنعه من أن يصبح نبيلاً ويخدم كرئيس بلدية سوزوبول، ومع ذلك عانى سكان البلدة منه كثيراً. وفقاً للمعتقدات التي كانت منتشرة، فإن روح الشخص السيء لا تذهب إلى العالم الآخر، تبقى في الجسد وتعاني، وأحياناً تخرج من القبر وتشرب دماء الحيوانات والبشر. تم التعامل مع الروح بواسطة دبوس حديدي مشحذ بشكل خاص. على ما يبدو كان سكان سوزوبول خائفين للغاية من عودة غريفيتش، لدرجة أنهم طبقوا طريقة مماثلة له. هذا كل شيء. أخبرني في التعليقات إن كنت تعتقد بوجود مصاص الدماء. شكراً للمشاهدة وأراكم لاحقاً.